في كام ترمينيشن كودر؟ ثلاثة. ها؟ واحدة منهم
Is our tool a guanine. The guanine, the animal methylation, then nitrogen, the kappa, give us 7-methyl guanine. 7-methyl guanine, chaptanephribose, give us 7-methyl guanosine. And then 3-phosphate, give us 7-methyl guanosine trans. Okay? هل يا ترى 7-methyl GTP ده شابك بطريقة غريبة عن ال 5 prime end ولا شابك بطريقة غريبة؟ بصوا كده عليه. هل ده شابك بطريقة عادية عن ال 5 prime end ولا شابك بطريقة غريبة؟ مش واخدين بالك. اوكي. العادي أما بعمل أنا بولي نيوكليوتايد شيب بعملها بحيث إيه؟ النيوكليوتايد اللي هنا نفرض ده نمرة 2 ازاي يشبك في نمرة 1 عن طريق الفوسفين. الفوسفين دي شبكة في نمرة 2 في نمرة نيوكليوتايد نمرة 2 فين؟ ها؟ في الكربون نمرة 5 بتاع الأرايوز. وشبكة في النيوكليوتايد نمرة 1 في الكربون نمرة 3 قلنا عاملة إيه؟ فوسفوغايستر بوند. أوكي؟ إذا الخمسة دي نمرة 5 أما تشبك في النيوكليوتايد اللي وراها المفروض تشبك عن طريق الكربون نمرة كام؟ نمرة 3 ده العادي. إنما واضح هنا إيه؟ إن 5 شبكة في 5. في هنا موديفيكيشن. في الواقع دي ما تبانتش من الأصل. دي أضيفت للمسنجر ار ان اي بعد ما بقي. وعشان كده هي راكبة بالمقلوب. دي مفروض راكبة بالمقلوب. عشان كده بنسميها كاب. بنسميها 7-methyl جي تي بي كاب. الاختلاف برضه الاخر ها اولا اول اختلاف ان 5 شبكه مع 5 ثاني اختلاف ان في كام فوسفيت في السكه 3 مش واحده المعتاد بين كل نيوكليوتايد والتاني في كام فوسفيت واحده مش كده شبكه نمره 3 مع 5 3 مع 5 3 مع 5 طول ما احنا ماشيين انما هنا في كام فوسفيت في السكه 3 فوسفيت فدي الاختلاف بين هذا النيوكليوتايد اللي موجود في الطرف وبين الاذر نيوكليوتايد ازاي شابكين مع بعض اللي شابك في المقلوب فبنسميه بالتالي 7-methyl جي تي بي كاف 7-methyl جي تي بي كاف طيب ايه فايدته يا ترى؟ ليه عملنا هذا الكاف؟ عملنا هذا الكاف له عده فوائد الفائده الاولى ان بعد كده هذا المسنجر ار ان ايه هيروح فين قلنا؟ هيروح الى الريبوسوم، ليه؟ عشان يبني منه بروتين. فالريبوسوم لازم يتعرف على الطرف بتاعه، فهذا السبب مثل جي تي بي كاب بيساعد الريبوسوم على التعرف على المسنجر ار ان ايه، ان دي نهايه المسنجر ار ان ايه. دي حاجه. نمرة اثنين بيحمي المسنجر ار ان ايه من انه يتكسر. لأن في انزيم اسمه ايه؟ اسمه 5 برايم اكسونيوكليز يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه 5 برايم اكسونيوكليز؟ اولا كلمه اكسونيوكليز يعني ايه؟ اكسو يعني ايه؟ اولا اكسو يعني عكاظ واندو يعني وسط يعني لو في انزيم هيكسر هذا الار ان ايه من وسطه يبقى نسميه ايه؟ اندونيوكليز اوكي؟ لو في انزيم هيكسره من الار نسميه ايه؟ اكسونيوكليز طب انا عندي كم طرف؟ طرفين؟ 5 برايم و 3 برايم وعندي نوعين من الانزيم، نوعين من الاكسونيوكليز عندي نوعين من الاكسونيوكليز واحد يشتغل عند الاند دي واحد يشتغل عند الاند دي طيب ال 5 برايم اكسونيوكليز اما يجي يبص هنا على الميسنجر ار ان اي يلاقي انه يقدر يشتغل ولا ما يقدرش؟ ما يقدرش لان دي كانها 3 برايم اند هي كده راح اصحاب 3 برايم ولا اصحاب 5 برايم. ليه؟ لان بقول شايف 5 مع 5. ها؟ اما تكون عند عملية لازم 5 مع 3 5 مع 3 تقول ما انا ماشي زي ما خدنا زمان. انما هنا 5 شابكة مع 5 فدي لا اصحاب 3 برايم ولا اصحاب 5 برايم. طبعا لما الاقي هنا 3 برايم او اتش فاضية افتكر انها 3 برايم اند بس لما الاقي البوند اللي بهنا 5 مع 5 ما تقولوش انها 3 برايم اذا خلاص دي لاحظت كده ولا كده فاذا مش هيشتغل عليها الاكسونيوكليز لا 3 برايم اكسونيوكليز ولا 5 برايم اكسونيوكليز هذه ميزه الكاب ها تخلي لا الاكسونيوكليز لا 3 برايم ولا 5 برايم يشتغل عليها وبالتالي ما يفسروش المسجر ار ان اي
بدون تأثير لمدة طويلة. هذه فايدة أخرى لهذه الإمكان. كمان الكارت بتساعد على خروج المسنجر RNA من النيوكليس إلى السيتوبلازم. كل دي فوائد لهذه الكارت سبب مثل جي دي بي كان. عند الـ 3 برايم إند في كمان حاجة اسمها بولي إي تيل، ودي برضه من مضاف على المسنجر RNA بعد البناء. أول ما نبنيه مفيهوش لا كاف ولا بولي إي. بعد ما ببنيه بضيف عليه كاف على ناحية وبولي إي تيل على ناحية. إيه المقصود بولي إي تيل؟ يعني إيه إم في ميني نيوكليوتايد، وكل واحدة منها مين البيس بتاعها أدينين. عشان كده بسميها بولي إي، إيه جاب الأدينين. بولي إي تيل عبارة عن ميني نيوكليوتايد البيس بتاعهم أدينين. برضه البولي إي تيل بتساعد على الاحتفاظ بالمسنجر آر إن إيه مدة طويلة من غير ما يتكسر، وبتساعد على سرعة التعرف عليه، وبتساعد على سرعة بناء البروتين. أوكي؟ طيب احنا قلنا في جزء ان ترانسليتد هنا وهنا، يا ترى ايه فايدته؟ ايه فايده الجزء ان ترانسليتد ده؟ ده ممكن قوي يساعد على تنظيم عمل المسنجر، والكلام ده هنسمع عنه بعدين ان شاء الله. هنتكلم عن الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. من قبل دلوقتي يعني ايه كلمه جين اكسبريشن؟ جين اكسبريشن يعني الجين المعين الخاص ببناء البروتين شغلته ايه؟ انه يساعد على بناء بروتين معين. هو ده جين اكسبريشن. جين اكسبريشن تاني يعني الجين يشتغل. يعني ايه يشتغل؟ يعني يبني بروتين. ازاي هيبني بروتين؟ لو طبعا هيبني مسنجر ار ان ايه، ده هيروح للرايبوسوم وهنبني بناء عليه بروتين معين. العمليه دي لازم تنظم، لان هل انا محتاج ابني جميع البروتينات اللي في الخليه باستمرار؟ طبعا لا. فاذا لازم ننظم امتى نبني بروتين معين وامتى ما نبنيهوش. امتى نسرع بناءه ونزود بناءه، وامتى نمنع بناءه. حسب طبعا ايه؟ احتياج الخليه. اوكي؟ يعني اديكم مثال. لو خليه الايرن فيها قليل تعمل ايه عشان تساعد انها تاخد ايرن من البلازما؟ تبني ترانسفيرن ريسبتور. مش خدتوا ترانسفيرن في الفيزيولوجي؟ اللي هو بينقل الايه؟ الايرن. مش كده؟ ازاي يبني الايرن؟ هو بيشيل ايرن. طب اشمعنى الخليه دي تاخده والخليه الثانيه ما تاخدوش؟ في ريسبتور معين اسمه ترانسفيرن ريسبتور، هو اللي هيمسك في الترانسفيرن وياخد منه الايرن ويدخله جوه الخليه. لو بنيت ترانسفيرن ريسبتور كتير هاخد ايرن كتير، والعكس بالعكس. فاذا لما الخليه تبقى مليانه ايرن تبطل تعمل ترانسفيرن ريسبتور. توقف عمل المسنجر ار ان ايه الخاص ببناء الترانسفيرن ريسبتور، والعكس بالعكس. لما يكون الخليه ما فيهاش ايرن كفايه تعمل ترانسفيرن ريسبتور كتير، يروح على سطح الخليه يسحب الايرن من الترانسفيرن. مفهوم؟ دي كده مثال بسيط يعني. وهنسمع عنه بعدين لما نتكلم تاني عن ايه؟ عن الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. من اهم المواضيع عندنا الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. لسه بدري عليه. قدام شويه. اوكي؟ طيب اتفقنا ان في انيشيتنج كودون اي يو جي، ودي دايما فور بي اس اي جي، ودي لازم نحفظها. في ترمينيتنج كودون ثلاثه يو اي اي يو اي جي يو جي اي دول شغل لكم ترمينيشن. اما نوصلها وي هاف تو ستوب بروتين سينثيسيس. يبقى فاضل كام؟ كودون فاضل 60، لان احنا قلنا في كام كودون عندنا؟ أربعة. عندنا أربعة 60 كودون، إحنا استعملنا منهم كده لغاية دلوقتي كام؟ أربعة. واحدة للميثامين وثلاثة للترمينيشن. يبقى فاضل 60. ال 60 دول بقى يمثلوا كودون فور إيه؟ 19 أمينو أسيد. ومن كده نستنتج إيه يا ترى؟ إن بعض الأمينو أسيد لهم مور ذان 1 كودون. هنلاقي بعض الأمينو أسيد لها 6 كودون. وبعضها لها 4 كودون وبعضها واحد، فالواقع بس له 3 كودون وبعضها لها 2 كودون، لان طبعا عدد الكودون اكثر من عدد الامينو اسيد كتير. اوكي؟ دي هتخلق لي مشكله بعدين ان شاء الله هنشوف حلها يعني. طيب المنطقه من الدي ان ايه الخاصه ببناء
السيستروم دي منطقه من الدي ان ايه خاصه ببنات مسنجر ار ان ايه 1. هنعرف بعدين ان احيانا هذا المسنجر ار ان ايه بنبني منه مور ذان ون بروتين. مالتيس ريال انكار في المعتاد كل منطقه من الدي ان ايه خاصه ببنات مسنجر ار ان ايه معين بنبني منه بروتين واحد فقط. وده ينطبق على جميع البروتينات بتاعتي انا. هبني منه 1 بوليبيبتايد شين. صحيح البوليبيبتايد شين ده ممكن بعد كده اقطعها واطلع منها مور ذان 1 بروتين، انما في الاول هبني 1 بوليبيبتايد. اوكي؟ في البكتيريا بقى ساعات 1 مسنجر ار ان ايه ابني منه مور ذان 1 بروتين من الاصل. هنعرف الكلام ده بعدين دلوقتي مفيش حاجه يعني. ننتقل الى الترانسفير ار ان. ترانسفير ار ان ايه شكله كده. زي ما قلنا قبل كده هو يمثل 15% من الـ RNA بتاعة الخلية. قلنا المسنجر يمثل كام في المية؟ حوالي 5%، والباقي بقى 80% ايه؟ رايبوسوم الـ RNA. وفي أنواع أخرى من الـ RNA موجودة قليلة قوي ما دخلتش في الحساب. لكن الدور أصبح 100 خلاص. هنا في حاجة اسمها سمول نيوكليار RNA وسمول سايتوبلازميك RNA ومايكرو RNA. حاجات تانية من ار ان ايه انما ما دخلتش في الحساب لان نسبتها قليلة. الترانسفير ار ان ايه مكون من عدد النيوكليوتايدز فيها يتراوح من 74 الى 95. يعني مكون من عشرات من النيوكليوتايدز مش اكثر من كده. عدد نسبيا قليل. عدد نسبيا قليل. اوكي؟ طيب الترانسفير ار ان ايه تاني فولد باك اون اتسلف يعني ملفوف حوالين نفسه. عامل زي ايه؟ بنمثله بايه؟ له طريقتين للتمثيل، ممكن اقول ان هو it looks like a hair pin، hair pin اللي هو دبوس الشعر. دبوس الشعر لانه رايح كده وراجع كده. مش كده؟ ده دبوس الشعر. فهو فعلا اهو نازل كده وراجع كده. انما a better description but more complicated بنقول عليه clover leaf appearance. يعني ايه كلمة clover؟ clover reversing زي ورقة البرسيم. ورقة البرسيم شكلها كده. ها؟ لها كده ستيم في الأول وبعدين متفرعة الفروع دي. فده بسميه فلور ليف أبيرنس. إيه سبب هذا الهيرفين أبيرنس أو الجلوبر ليف أبيرنس؟ إيه سببه؟ سببه internal hydrogen bonding. يعني إيه internal hydrogen bonding؟ إحنا عارفين hydrogen bonding قبل كده. من البيسز طبعا الانترنال هايبر بوندنج ده هيحصل بين الايه؟ بين البيسز. انما هذه البيسز دي اللي هتعمل هايدروجين بوندنج بين تو بولي نيوكليوتايد شينز ولا ان ذا سيم شين؟ ان ذا سيم شين هي بس لفت حوالين نفسها. لفت ورجعت تاني. عشان كده بسميه انترنال داخلي. ده عكس الدي ان ايه. دي ان ايه 1 شين وخلطها شين ثانيه. فده external بقى مش internal ها؟ يعني تو تشين بتخبط انما هي 1 شين لفت ورجعت حوالين نفسها. اوكي؟ يعني دول طبعا يمثلوا الانترنال هايدروجين بوند. دول يمثلوا الانترنال هايدروجين بوند. المناطق دي تمثل الانترنال هايدروجين بوند. هنا ما فيش هايدروجين بوند المنطقه دي اللي هي عامله لوب. هنا في لوب. ها؟ ما فيهوش هايدروجين بوند. هنا في لوب ما فيهوش هايدروجين بوند. هنا برضه في لوب ما فيهوش هايدروجين بوند. والحته دي ودي برضه ما فيهمش هايدروجين بوندنج وبرضه المنطقه دي ما فيهاش الهايدروجين بوندنج في المناطق دي 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 ودي ودول اللي بيدوني بقى هذا الكلوفر ليف. طب مين يعمل هايدروجين بوندنج مع مين؟ زي في الدي ان ايه سي مع جي مش كده؟ طيب والايه؟ هنا مع اليو. اشمعنى مع اليو؟ ما ننساش اليو شبه مين؟ شبه التي خالص. ها؟ ايه الفرق بين اليو والتي؟ مثلا جروب في نمره 5 بس في التي. ودي اهميه ان انا عارف ايه العلاقه بين اليو والتي. اليو زي التي بالظبط. ما عدا نمره 5 احط لها مثلا جروب تبقى تي. من غير مثلا جروب العكس نمره 5 تبقى يو. وبالتالي هلاقي لها نفس البروبرتي. وبالتالي كانفير ويز ادينين. اوكي؟ فهنا لو هنا في ادينين يبقى صح على طول يو ارسل. اند سو فورت طول ما انا ماشي في سي وخدها جي ولا عكس بالعكس طول ما انا ماشي. اوكي؟ طيب واضح ان هو مكون من اربع ارمز، ادي ارم اهو وادي
اكسبتور ار. اكسبتور ار ليه يا ترى بنسميها اكسبتور ار؟ because it accepts an amino acid. انا هشرح الامين. ايه شغل الدي ار ان ايه اولا؟ it is a carrier of an amino acid. it carries an amino acid. شغلته يشيل الامينو acid. عشان ايه يشيلهم ليه؟ عشان ابني بروتين. عشان ابني بروتين لازم الامينو اسيد يتشال الاول على التي ار ان ايه قبل ما استعمله لبناء البروتين. يتشال فين على التي ار ان ايه؟ على ال 3 برايم او اتش. انا عامل ال 3 برايم اند طبعا ودي 5 برايم اند. دي 5 برايم اند ودي 3 برايم اند. ال 3 برايم اند زي ما احنا عارفين فيها فري يعني بيشتغل فيها حاجه 3 برايم او اتش. 3 برايم او اتش دي تخص مين يا ترى؟ البيس ولا الشجر ولا الفوسفيت؟ الشجر الريبوز تخص الريبوز. ال 3 5 او اتش دي تخص الريبوز. الريبوز اللي عند ال 3 5 ان الاو اتش بتعتبرها 3 فاضيه وبالتالي دي اللي هشبك فيها الامينو اسيد. طب تفتكروا نشبك الامينو اسيد ازاي في هذه ال 3 5 او اتش؟ اي نوع من البوند يتكون بين الامينو اسيد وبين ال 3 5 او اتش. استر اشمعنى قلت استر؟ بين الكربوكسيل جروب اوف الامينو اسيد وبين الالكول جروب اللي هي 3 5 او اتش. واضح؟ يبقى هنا هيتكون استر بوند بين الكربوكسيل جروب اوف الامينو اسيد وبين ال 3 5 او اتش. هل كان ينفع نشبك الامينو جروب مع الاو اتش؟ لا، عمرنا ما سمعنا الحاجه بالشكل ده. انما سمعنا ان الكربوكسيل جروب تشبك مع الالكول جروب. وقلنا كربوكسيل مع الكهول تعمل استر. كربوكسيل ده اسيد مع الكهول تعمل استر بوند. لو كنا فاكرين بنشيل ايه من الكربوكسيل جروب؟ او اتش. ونشيل ايه من الالكهول جروب؟ هيدروجين. بس ونعمل منهم استر بوند زي ما خدنا زمان. اوكي، اذا ده مكان اتحاد الامينو اسيد مع هذا التي ار ان ايه، وعشان كده بنسمي الارم ده هذا الجزء من التي ار ان ايه بنسميه ذا اكسبتور ار. بنسميه ذا اكسبتور ار. ال 3 برايم اند دايما بتنتهي بثلاثه بيسز سي سي اي دايما. طيب سؤال، هل اسميها سي سي اي ولا اي سي سي ولا ينفع الاثنين؟ لازم سي سي اي. ليه؟ دايما نمشي من خمسه لثلاثه. من خمسه لثلاثه تبقى سي سي، ما ينفعش اي سي سي. اوكي. طيب دي بقول اسمها اكسبتور ار، طبعا فيها جزء هنا هيدروجين بوندنج بين الجزء ده من البولي امبليفاير شيء والجزء ده. ودايما بتلاقي قلنا سي سي اي، ودايما الاي دي الريبوز اللي هي شابكه فيه هشبك فيه الامينو اسيد، عشان كده بنسمي ده الاكسبتور ار. اوكي. الارم اللي جنبه على طول بنسميه ده دي ار. الدي ار طبعا في جزء منه اهو هيدروجين بوندنج بين التشين بعد ما لفت حوالين نفسها، والجزء ده ما فيهوش هيدروجين بوندنج. اوكي؟ ده بقول الار وبينتهي بلوب. يعني ده اسمه دي ار مع بعضه ودي اسمها دي لوب. ايه بقى دي؟ ليه سميناها دي يا ترى؟ دي لان فيها ان انيوجوال بيس. مين الانيوجوال بيس اللي موجود فيها؟ بيبتدي دي اسمه داي هايدرو يورسين. فاكرين الداي هايدرو يورسين؟ فاكرين لما اتكلمنا عن الفايرميدينز قلنا في ميجور فايرميدينز وفي ماينور. الميجور فايرميدينز كانوا مين؟ اليورسين والسبايمين والسايتوزين. دول كانوا الميجور فايرميدينز. انما قلنا بالاضافه في ماينور فايرميدين زي ايه؟ زي الداي هايدرو يورسين. زي الداي هايدرو يورسين. اوكي، فهنا في دايهايدرويرسيت، وعشان كده الارم ده بنسميه ده دي ار، واللوب دي بنسميها ده دي. واحس ان دي اول واحده ناحيه الفايف برايم اند، فممكن نسميها اول واحده لوب نمبر 1، ولو ان دي مش متعارف عليها. نعم ممكن نسميها اول واحده لانها اول واحده ناحيه الايه؟ ناحيه الفايف برايم اند، واحنا دايما بنبتدي من الفايف برايم اند. اللي وراها على طول الارم اللي وراها وينتهي برضه بلوب بنسميه انتي كودون ارم، وبينتهي بانتي كودون لوب. اوكي؟ الانتي كودون ارم ده ليه بنسميه يا ترى
في وسط اللوب بتاعته. خدوا بالكم اللوب دايما فيها كام بيس؟ 7. ادي 2 و3 5 و2 7. ادي 2 و2 4 و3 7. 2 و3 5 و2 7. دايما في اللوب 7 بيس. الثلاثة الوسطانيين هنا بنسميهم انتي كودون. الثلاثة بيس الوسطانيين بتوع الايه؟ بتوع اللوب. قلنا اللوب فيها 7. الثلاثة اللي في الوسط بنسميهم انتي كودون. ليه يا ترى بنسميهم انتي كودون؟ لأن دول هيمسكوا في الكودون. هي الكودون دي كانت فين؟ في المسجر ار ان ايه. ايوه. طب وازاي يمسكوا فيهم باي ايه بقى؟ بالبيس بيرنج روت. هيمسكوا فيهم بالبيس بيرنج روت. يعني برضو الاي مع اليو والسي مع الجي والعكس بالعكس. البيس بيرنج روت هتنطبق هنا في اتحاد هذه الانتي كودون اللي موجوده في مين؟ في الترانسفير ار اي، وبين الكودون اللي موجوده في المسنجر ار ان اي. اوكي؟ ادي الانتي كودون ار بيتحد بلوب. قلنا دي ممكن نسميها نمره 2 لانها ثاني واحده بعد الدي ار ان اي. طيب اللوب اللي بعديها التي تراي سي. بس بينها وبين الانتي كودون في حاجه بنسميها اكسترا ار. It is actually a loop. الار ده is not an arm, it's rather a loop. ليه؟ لان ما فيهوش هايبر بول. والاكسترا ار ده او الاكسترا لوب دي قلنا اول حاجه ما فيهاش هايبر بول، تاني حاجه انها غير ثابته في الديفرنت تايبس اوف ار ان اي. يعني بولها مختلف من تي ار ان اي الاخر. ودي سبب في الفاريابيلتي اوف ذا نمبر اوف نيوكليوتايدز. احنا قلنا عدد النيوكليوتايدز في تي ار ان اي بيتراوح من 74 الى 95، مش كده؟ الفرق ده سببه ايه؟ فرق في عدد النيوكليوتايدز اللي موجوده في الاكسترا ار. ومش معروف الفانكشن الى الان. اوكي. التي ار له علاقه ب اتحاد الامينو اسيد مع التي ار ان اي. يعني ايه الكلام ده؟ في انزيم معين هيقوم بشرح امينو اسيد معين مع تي ار ان اي معين. وده شيء اساسي طبعا. يعني نتوقع يبقى عندي على الاقل كم نوع من التي ار ان اي؟ عدد الامينو اسيد. عدد الامينو اسيد بالظبط، على الاقل. يعني على الاقل لازم يبقى عندي كام؟ 20 تي ار ان اي. انا في الواقع عندي اكثر شويه. ليه ترى عندي اكثر شويه؟ لان الكودونز اكثر. زي ما اتفقنا في كده، عدد الكودونز ما هوش قد عدد الامينو اسيد. لان عندي كام كودون؟ عندي 61 كودون شغالين. هم ثلاثه بس اللي مش شغالين، انما في 61 شغالين لل 20 امينو اسيد. وزي ما اتفقنا قبل كده، اذا ممكن 1 امينو اسيد يبقى له مور ذان 1 كودون. اوكي؟ وبالتالي كمان لازم ممكن يبقى له مور ذان 1 تي ار ان اي عشان يشيل. اوكي؟ انما تي ار ان اي معين هل ممكن يشيل 2 ديفرنت امينو اسيدز؟ لا. مش ممكن. لو عندي تي ار ان اي معين وشايل مثلا جلايسين يبقى ما يشيلش غير جلايسين. طب خلاص استعملنا الجلايسين اللي فيه، استعملناه لبناء بروتين، ها؟ يجي يشيل امينو اسيد تاني، يشيل حاجه تانيه غير الجلايسين؟ لا، لازم يشيل جلايسين بس. لازم يكون في تخصص. لان لو ما كانش في تخصص يحصل ايه؟ يبقى ما فيش حاجه اسمها ترتيب للامينو اسيد في البروتين، يبقى عمليه لخبطه. لا. كل كودون لها انتي كودون معينه تمسك فيها، ولازم تبقى كومبلمنتري ليه. وفي نفس الوقت الانتي كودون دي هتحدد ان في امينو اسيد معين لازم هو اللي يشبك في هذا التي ار. في انزيم مخصوص بقى بيتعرف على هذا التي ار ان اي ويشبك فيه الامينو اسيد الخاص بيه. وبالتالي اتوقع يبقى في عندي كام انزيم خاص بشبك الامينو اسيدز في التي ار ان اي؟ 20. لازم 20 على الاقل. ليه؟ كل واحد متخصص في امينو اسيد معين. يبقى الانزيم ده اللي هيشبك الامينو اسيد في التي ار ان اي متخصص في الامينو اسيد ومتخصص في التي ار ان اي. اوكي؟ طب ايه اكتر حاجه تميز هذا التي ار ان اي عن زميله؟ الانتي كودون. لازم يكون الانتي كودون ليه؟ لان هي اللي هتمسك في مين؟ في الكودون. وبالتالي هتحدد
الانزيم اللي هيشبك الامينو اسيد هنا عند 3 برايم اند كيف يتعرف على هذا التي ار ان ايه عن طريق الانتي كودر بتاعه واهم حاجه انما كمان هو بيمسك مش بيتعرف على مع الدي ار بيمسك مع الدي ار وبيمسك مع الانتي كودر وبيمسك عند 3 برايم اند لازم يمسك الثلاث اماكن لازم يمسك الثلاث اماكن ويتعرف على هذا التي ار ان ايه ويمسك فيه امينو اسيد. طب يا ترى كيف يتعرف على امينو اسيد؟ هل بيتعرف على امينو اسيد عن طريق الكربوكسيل جروب بتاعته ولا الامينو جروب بتاعته ولا الار راديكال؟ طبعا الار راديكال لان دي اللي تميز امينو اسيد من الاخر. انما لو كان هيتعرف على امينو اسيد عن طريق الكربوكسيل جروب يبقى كل الامينو اسيد هتمسك فيه. لا هو لازم يتعرف على الار راديكال اهم حاجه في الامينو اسيد. هو طبعا لازم كمان يتعرف على الكربوكسيل جروب ليه؟ لان دي اللي هشبكها في التي ار ان اي. انما الاساس كيف يميز امينو اسيد من الاخر عن طريق الار ان اي. وكيف يميز تي ار ان اي من الاخر عن طريق الايه؟ الراديكال. انما هو في نفس الوقت هو بيمسك في التي ار وبيمسك كذلك في الفري برايم اند اللي هشبك فيها الامينو اسيد. اوكي؟ طيب فاضل الارم التالي وينتهي بلوب اللي هو بنسميه تي ساي سي. تي ساي سي تي طبعا يعني ايه؟ سايمين. الله ده تي ار ان ايه. هل في سايمين؟ ايوه هنا بالذات لو نرجع فاك الكلام اللي قلناه زمان قلنا ايوه في نوع معين بس من الار ان ايه يحتوي على سايمين وفي حته معينه بس. مين هذا الار ان ايه؟ هو التي ار ان ايه الوحيد اللي يحتوي على ثيمين. طب يحتوي على ثيمين هنا يا ترى الشوجر بتاعه رايبوز ولا دي اوكسي رايبوز؟ رايبوز رايبوز. عشان كده لو كنا فاكرين انا اكدت ان الثيمين اما يشبك مع الدي اوكسي رايبوز لازم نسميه دي اوكسي ثيمين. لازم اسميه دي اوكسي. ليه؟ لان اهو اهي مثال على ثيمين ماسك مع رايبوز. يبقى هذا الثيمين ده مع الريبوز اسمه ثيمينين. مظبوط كده؟ يبقى مع دول ثيمينين يبقى لازم ثابت مع الريبوز. عشان اقول انه ماسك مع دي اوكسي ريبوز لازم اقول دي اوكسي، صح ان انا اقول دي اوكسي. لو احنا زي ما بقول بعض الكتب بتسمي الثيمينين لازم تجيب دي اوكسي ريبوز. غلط اهو. ادي مثال على ثيمين وشبك ريبوز. طيب خلصنا من قصه الايه؟ الثيمين اللي موجود هنا. ايه الصعب؟ ساي دي يعني ايه؟ ساي دي طبعا واحد من الجريك ليترز زي الالفا والبيتا والجاما والدلتا والابسيلون. في كمان ساي ادي ساي بتتكتب زي يو وفيها كده شرطه راسيه دي حرف ساي. ايه بقى ساي دي يا ترى؟ ساي دي معناها سودو يوريدي. طبعا كلمه سودو يعني كاذب. هو مش كاذب ولا حاجه انما هو مختلف. عارفين احنا السودو يعني كاذب انما هنا المقصود بيه انه مختلف، مختلف عن اليوريدين. مختلف عن اليوريدين في ايه؟ اشرب اليوريدين الاول عشان اعرف مختلف عنه في ايه؟ اللي عباره عن يوراسيل وثابت في رايبوز تمام؟ يوراسيل زائد رايبوز سميناه اليوريدين. ازاي ثابتين مع بعض؟ كاربون نمبر 1 برايم اوف ذا رايبوز ماسك مع ايه؟ نيتروجين نمبر 1 اوف يوراسيل زي ما خدنا دايما البايريميدين نمرة نيتروجين نمرة واحد اللي شابكة في الشوجر عشان تعمل نيوكليوسايد. أمال السودو يورين ده يفرق إيه عن اليوريدين اللي أنا وصفته ده؟ إن كاربون نمبر 5 هي اللي ماسكة بدل نيتروجين نمبر 1 كاربون نمبر 5. بدل نيتروجين نمبر 1 بقول تاني كاربون نمبر 5 أوف يوراسيل هو اللي ماسك مع كاربون نمبر 1 برايم أوف ذا رايبوز. فاذا في اختلاف بس في اللينك بين الريبوز وبين اليوراسيل. طبعا الاختلاف في اليوراسيل مش في الريبوز، لان يعني هي برضه كاربون نمبر 1 وده شوجر اللي هي بنسميها
ودي الساي ودي السي اهم ادي الثلاثة اربعة ادي الثلاثة اربعة تي ودي الساي ودي سي خدوا بالكم دي ناحية الفايف برايم اند فاحنا نبتدي بالتي ناحية الفايف برايم اند وراها ساي سوليوريدين وراها السي اللي هي سايتوسين او سايتيدين لو قلنا سايتوسين معايوس اوكي ادي تي بساي سي اللي سمينا بيها الارم ده تي بساي سي ارم طيب في فاضل كلمة صغيرة قوي بس خلينا كده نراجع الكلام اللي احنا قلناه هنا ان تي ار ان اي يحتوي على اربعة ارمز يتميزوا بايه بسبب الارمز دي اكستنسيف بيس بيرنج زي ما شرحنا يشملوا الاكسبتور ار اللي فيه التو اندز بتوعه الفايف برايم والثري برايم ودي ما فيهاش لوب الوحيدة اللي ما فيهاش لوب التي بساي سي ار والدي ار والانتي مودل ار كل دول كل واحده بتنتهي لوب الفرق بين اللوب والار ان اللوب ما فيهاش بيس بيرنج والار فيها بيس بيرنج زي ما قلنا في الوسط كمان جباريا والارم او اكسترا ارم او لوب هي اكشلي اتس لوب نوت ان ارم ما فيهاش بيس بيرنج وجباري والانلاف التي يعني عدد النيوكليوتات فيها مختلف من نوع الى وفي وسط الكلام قلنا عن أربعة unusual nucleotides قلنا ثلاثة منهم لسه فاضل واحد واحد منهم dihydrouracil عامل dihydrouridine طبعا مع الريبوز وثيمدين ثيمين مع الريبوز وسودو يوريدين اللي هو يوراسيل مع الريبوز بس شايف بطريقة غير عادية خدوا بالكم هل في حاجة اسمها سودو يوراسيل لا مفيش حاجه اسمها سودو يوراسيل لان اليوراسيل هنا زي اي يوراسيل اخر نختلف انا شرحته ازاي بس ها فما يصحش اسميه سودو يوراسيل هو يوراسيل عادي خالص انما بعد ما شبكته مع الريبوز هديهم اسم السودو يوريدين لان الاتحاد بينهم بقى طريقه غير عاديه اللي فاضل الانوسين اللي هو ايه؟ ايه الانوسين ده؟ هايدروجينزن مع الريبوز لو كنا فاكرين برضو اما اتكلمنا عن البيورين قلنا الهايبوزانسن موجود ولا مش موجود في الدي ان اي والار ان اي قلنا مش موجود الا في نوع واحد من الار ان اي اللي هو الجي ار ان اي طب يا ترى موجود فين؟ في الانتي كودون هل دايما موجود؟ لا مش دايما موجود انما اما بيبقى موجود بيبقى موجود في الانتي كودون له اهميه كبرى مهم جدا كون في هايبوزانس في الانتي كودون في بعض الاحيان ده شيء مفيد جدا هنعرف اهميته بعد اوكي طيب في عاده اللي احنا قلناها الاكسبتور ار ينتهي بسي سي اي وكلوريد يشيل امينو اسيد والكربوكسيل جروب بتاع الامينو اسيد بتعمل استر 1 مع 3 باي او اتش عند 3 باي ان الدي ار بيحتوي على باي هايدرو يوراسيل وده السبب ان احنا سميناه دي ار التي بساي سي ار بيحتوي على ثيمين وسودو يوريدين وطبعا وراه سايتوسين ها والانتي كودون ار فيهم ثلاثة بيس زي ما اتفقنا في الوسط ها في البدل بتاعهم بنسميه انتي كودون وده بيحدد سبيسيفيسيتي تخصص هذا التي ار ان اي في الامينو اسيد اللي هنمسكه فيه وقلنا الانتي كودون دي قد تحتوي على ميل contain hypoxanthin. اوكي؟ طيب احنا المفروض عندنا على الاقل بقى كام نوع من التيار اللي قلنا على الاقل 20 لا احنا عندنا اكتر. هل يا ترى عندنا 60 عشان يغطوا جميع الكودون؟ لا اقل. ها؟ يبقى ما هماش 20 على قد الامينو اسيدز وما هماش 61 على قد الايه؟ الكودون. اقل من طب اولا نستنتج من كده ايه؟ ان ممكن امينو اسيد يبقى له مور ذان وان كارير ولا لا؟ ممكن لان انا عندي بقول قد ايه بقى؟ عندي في حاله البروكاريوتس حوالي 30 نوع من التي ار ان اي وفي اليوكاريوتس عندي حوالي 50 نوع من التي ار ان اي وفي الميتوكوندريا عندي 22 نوع من التي ار ان اي. اوكي؟ اذا دايما العدد اكثر من عدد
بعدين ونشوف حلها. اوكي؟ مش هنكمل في الموضوع ده. لا. سمعتكم بيها كانت الستوب كود ونخليها تي ار ان اي اقف عليها؟ نو. بلاش. اما نوصلها خلاص. نعرف ان احنا وي ريتش ذا اند وخلاص نبطل نبني بروتين. طيب فاضل نوع رئيسي ثالث من الار ان اي اللي هو الرايبوسوم والار ان اي. وده معنى كل ده الكلام قليل. الرايبوسوم والار ان اي زي ما قلنا من الاول يمثل 80% من الار ان اي اللي موجود في الخلايا. الرايبوسوم عموما نصه ار ان اي ونصه بروتين. وقدامي الرايبوسوم تقريبا نصه ار ان اي ونصه بروتين. اوكي؟ احنا هنركز طبعا سايتوبلازميك رايبوسوم يعني اللي موجود عندنا احنا والاذر ماميلز. الماميليان سايتوبلازميك رايبوسوم عباره عن تو سب يونتس وبيمسكوا مع بعض اثناء عمليه بناء البروتين زي ما هنعرف بعدين. السمولر سب يونت اند البيجر سب يونت. السمولر سب يونت بنسميها 40 اس والبيجر سب يونت بنسميها 60 اس. فايه الاس اللي بنضيفها عليه دي وماذا تدل على الاس دي تمثل وحدة هبوط هذا او هذه البارتكل. خدوا بالكم الرايبوسوم دول بارتكلز. معدل هبوط البارتكل في الالترا سنتريفيوج بيعتمد على حجم البارتكل. اوكي؟ طبعا لو احنا نحط بارتكل صغير في السنتريفيوج العالي وندوره هل البارتكل ده ينزل ولا ما ينزلش؟ ما ينزلش. لو بارتكل كبير ينزل زي ايه؟ زي الانسكتس. يعني لو جيت انا عين الدم ها وحطيت لها انتي فايرال عشان ما تتجمعش وحطيتها في سنتريفيوج ودورتها يحصل ايه؟ الريد سيلز تنزل لتحت. ليه؟ لانها اقل من الدم بس فيري سيمبلي انها اقل من الدم. لا الريد سيلز تنزل لتحت خالص. اوكي؟ طب والوايت سيلز اخف من الريد سيلز فتبقى بينها وبين الفرق هي والبليتس. ها؟ فعشان كده الحته دي اللي هي بين الاثنين بنسميها ايه؟ واي كود. ليه سميناها واي كود؟ لان بيبقى لونها ابيض. بين الريسنت اللي هي لونها احمر واضح وبين البلازما اللي هي الليكويد ات ذا سيرفيس في حته اسمها واي كود. الواي كود ده ثاني عباره عن الواي سنت والبليتس. فاذا سرعه الهبوط تعتمد على ايه؟ على تقل البارتكل. على تقل البارتكل. فكل ما البارتكل كبر وكان اقل كل ما مشي اسرع في السنتريفيوج. كويس؟ بارتكل زي الرايبوسوم ده لو احطه في السنتريفيوج ينزل ولا ما ينزلش؟ ما ينزلش. ليه؟ لانه دي سورس مور بحيث قوه السنتريفيوج العادي لا تسمح له بالنزول. عشان ينزل عشان يهبط عشان يحصل له سيديمنتيشن ها؟ لازم سنتريفيوج سريع جدا. السنتريفيوج العادي ده بيلف بسرعه قد ايه؟ نقول مثلا 5000 لفه في الدقيقه بكده. احنا عاوزين سنتريفيوج سرعته 60000 لفه في الدقيقه، 100000 لفه في الدقيقه، وات ايفن مور. طبعا كل ما زادت سرعه السنتريفيوج كل ما زادت الفورس اوف سنتريفيكيشن. ها؟ لان السنتريفيوج الفورس تعتمد على ايه؟ ما اعرفش سمعت عن الكلام ده زمان. قوه الضربه المركزيه تعتمد على ايه؟ على الار المسافه بين البارتكل اللي بتتحرك وبين وسط السنتريفيوج بنسميه ار وسرعه الدوران. ده بيتناسب مع مربع سرعه الدوران. مش سرعه الدوران بس كمان مع مربع سرعه الدوران. فانا لما زمان كده
طب يا ترى لو الاثنين لازقين في بعض يجروا بسرعه ايه؟ هل يجروا بسرعه 100 اس 40 و60؟ لا، اقل، يجروا بسرعه 80 بس. لا مش افريج كمان، مش افريج. هما الاثنين زادوا اكبر، يعني هما وزنا زاد، وزنا زاد، ولكن السرعه هي صحيح لها علاقه بالوزن ولكن لا تساوي الوزن. اذا ما صحش نجمع الاثنين مع بعض. هيمشوا بسرعه ابطا من مجموع الاثنين مع بعض. ابطا من مجموع الاثنين مع بعض، يعني الاثنين مع بعض يجروا بسرعه 80. اوكي؟ فالماميليان سايتوبلازم كرايموسوم ده 80 اس، ده عباره عن 2 بارتكلز او 2 سب يونتس، ذا سمولر اسمها 40 اس والبيجر 60 اس. كل اثنين مع بعض بقول يجروا بسرعه 80 اس. السمولر سب يونت طبعا كل واحده منهم تقريبا نصها ار ان ايه ونصها بروتين. طب يا ترى في كام بولي بوكتايد شين في السمولر سب يونت؟ حوالي 35. وفي البيجر سب يونت في قد ايه يا ترى؟ في حوالي 50 بولي بوكتايد شين. والباقي ار ان ايه. الار ان ايه اللي موجود في ال 40 اس سب يونت نوع واحد اسمه 18 اس. فاهم يا بقى الاس معناه ايه؟ البيجر سب يونت اللي هي 60 اس فيها ثلاث انواع من الار ان ايه. 5 اس و5 و8 من 10 اس و28 اس. ال 5 و 8 من 10 و 28 بتوع البيجر سب يونت وال 18 بتوع السمولر سب يونت هم الثلاثه كانوا زمان 1 ار ان اي بس احنا قطعناهم ووزعناهم. اوكي؟ ال 1 ار ان اي ده كان 45. في 1 ار ان اي كان 45 اس ده احنا بنيناه في الاصل. وبعد ما قطعناه وقسمناه جزء 18 راح للسمولر سب يونت وجزء 28 وجزء ثالث 5.8 راحوا للبيجر سب يونت واضيف عليهم كمان ال 5 اس وعملوا مع بعض الار ان ايه بتاع البيجر سب يونت. من كده تستنتجوا ان في كام جين للار ان ايه؟ أربعة. مين يقول أربعة؟ مين يقول اثنين؟ مين يقول اثنين؟ اوكي مين ما رفعش ايده؟ اوكي طبعا الاجابه الصحيحه اثنين. ليه اثنين؟ واحده لل 5 اس وواحده لل 45 اس اللي انا بقسمها بعد كده لما هو 1 جين بس 45 اس. 1 جين بيبني 45 اس ار ان اي وانا بقسمه خدي بقسمه بعد كده لثلاثه مش معنى كده ان دول ثلاثه هو 1 جين بس عمل 45 اس كبير. اما قطعناها وزعناها شويه هنا وشويه. لا انا بتكلم على الار ان اي، انا قلت في كام جين للار ان اي بتاع الرايبوسوم. ها؟ ما قلتش في كام جين للرايبوسوم ككل. انا قلت للار ان اي بتاع الرايبوسوم. هم التو جينز بس. واحد 45 اس وواحد 5 اس. اوكي؟ وبعدين بوزع. أنا قلت ده مش وزن، ال 40 اس ده ما هوش وزن، السرعة الحركة أنا أقدر أكتبها، 60 اس ده برضه مش وزن. أوكي؟ فأنا لما بضمهم على بعض يبقوا أقل، فبيجوا أسرع. إنما مش هيبقى سرعتهم 100. يعني مش هجمع 60 ولا 40 وأقول الاثنين مع بعض هيبقوا 100 اس، لا. هتبقى سرعتهم أبطأ شوية من 100. أكتر من 60 طبعًا وأكتر من 40 لأنه كبر في الحجم والوزن. اوكي نعم يعني ليه قطعناها 45 هنعرف الكلام ده بعدين برضه. احنا بعد ما نبني ار ان اي كبير في انزيم مخصوص يكسر كويس قطعه حته الحته دي اصغر دي اكبر شويه دي اكبر شويه وبعدين يتوزع شويه ورا شويه مش انا اللي قطعتها في انزيم مخصوص بيقطع. اوكي نعم نعم هو ايه لا 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 طبعا اذا دخلت في عدد كبير من البوكيتايز ماليش لازم تعمل ده. طيب هنعرف بعدين ان 60 اس سب يونت ايه؟
مهمة جدا عشان اشبك الامينو اسيد مع بعضها اثناء بناء البروتين. وان الـ RNA بتاعها هو اللي بيقوم بالمهمة دي. وعشان كده ده نوع من لو كنا فاكرين في الانزيمز رايبوزايم. فاكرين يعني فاكرة هنا ما اتكلمنا عن البروتين عن الانزيمز قلنا تقريبا كل الانزيمز ايه؟ بروتين. Very few exceptions يكون RNA. اي مثال على RNA that acts as enzyme, ribozyme. ده موجود بقول في 60 S subunit وده اللي بيشبك الامينو اسيد مع بعض عشان نبني البوليبيبتايد. اوكي؟ الـ RNA بتاع الريبوسوم ده إلى حد كبير ستيبل بيعيش مدة طويلة جدا. آخر حاجة بقى هنقولها هنا ودي مش موجودة حتى في الكتاب هحاول بسرعة قوي. حاجة اسمها سمول ستيبل RNA بس احنا هنوريكم إن في أنواع أخرى من الـ RNA. في سمول ستيبل RNA في حاجة اسمها كمان مايكرو RNA وفي حاجة اسمها انترفيرنس RNA يعني مش هنتكلم عنهم دلوقتي على الأقل. السمول ستيبل RNA في جزء منه نيوكليار وجزء سيتوبلازميك. الجزء النيوكليار بنسميه سمول نيوكليار RNA مع بروتين يبقى سمول نيوكليار رايبونيوكليك بروتين ودي لها اختصار مهم جدا وهنعرفها قدام اسمه سنيرز. يعني صحيح ده ككل مش موجود في الكتاب بس انما مهم جدا في المتابعه اللي هيتقال سنيرز دي هنسمع عنها وموجوده في الكتاب بس قدام شويه دي مهمه جدا فور ذا بروسيسنج اوف مسنجر ار ان اوكي. سمول سايتوبلازم ار ان اي بقى كنت سايتوبلازم برضه سمول عدد النيوكليوتس فيه تقريبا من 90 الى 300 زي السمول نيوكليار وبرضه مع بروتين يعمل سمول سايتوبلازم برايمو نيوكليو بروتين وده له مثال هنسمع عنه بعدين حاجه اسمها سيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ده مهم عشان السكريشن اوف بروتين فايروسات وكده خلصنا.